حبيباتي، مرحبا بكم في قناة وصفات الجمال الطبيعي مع خديجة. اليوم إن شاء الله غنتشارك معكم طريقتي في تحضير اللبن الطبيعي. كنديرو بطريقة سهلة وبالاعتماد على واحد الآلة. المهم أنا كنت شريت حليب ديال البقر وخليته وريبته لمدة يومين، ودابا غدا نستعمل هاد الآلة كيف ما كتلاحظوا، خاصة بتحضير اللبن. كيف ما كتلاحظوا الحليب ديالنا راه راب وموجود دابا، باش نحضروا البينة ديالنا، نستخلصوا الزبدة البلدية اللي كلشي كيعشقها غير في المنزل، طريقة سهلة ومفيدة. كيف ما كتلاحظوا هذه الآلة كتكون من ديك البرمة التحتانية وديك الموتور اللي كيكون الفوق، اللي هو اللي كيخلط لينا ديك الحليب تاع ديك الرايب ديالنا. كنستعملوه بحال هكايا كيف ما كتلاحظوا، هو عبارة عن خلاط كهربائي. اذا غنبرونشيوه مع البريز وغنخدمه ونخليوه كيتخلط كيخلط لينا داك الرايب اللي الحليب اللي راب لينا واللي غيرجع على شكل اللبن، كيعطي نتيجة. هاد الآلة كتعطي واحد النتيجة رائعة وسهل، بلا ما داك الطرق التقليديه اللي كنعرفو ديال الباديه، كتبقى الواحد كينخد يستعمل الصحه ديالو. العلم تطور واستخرج لينا هاد الاله الجميله، سهله الاستعمال. اذا كيف ما كتلاحظوا، من بعد ما كملت تخلط خرج لينا هاد الخليط اللي كيتكون من اللبن والزبدة البلدية. غنصفيوها بصفاية كيف ما كتلاحظوا، صراحة كيجي اللبن لذيذ وطبيعي. كتستعمليه في الدار ما كتعرفي راسك شنو استعملتي فيه شنو. كيف ما كتلاحظوا يعني صفينا البينه ديالنا، بقات لينا الزبيده في الصفايه. غنبقاو نصفيو بشويه بشويه حتى تبقى لينا غير الزبده بوحدها ما فيهاش حتى شي سائل، وغنوضعوها في واحد الاناء اللي دايرين فيه الماء. غنبقاو على هاد العمليه كيف ما كتلاحظوا، كنصفيو البينه من الزبده. كيف ما كتلاحظوا راه كتخرج لينا الزبده خير الله زبده. صافي كنبقاو على هاد العمليه كيف ما كتلاحظوا، كنصفيو اللبن وكنستخرجوا داك الزبده، وحتى ما كيبقاش كتبقى فيها الحليب، وكنوضعوها في اناء فيه الماء. كيف ما كتلاحظوا غنعجنوها تما كاين باش كتماسك لينا داك الزبيده ديالنا، ونيت كتحيد من هذاك الحليب اللي كيكون فيها لاصق، كتبقى غير الزبده مستخلصه بوحدها. هذه هي الطريقه ديالنا باش كنديروا اللبن وزبده بلديه، كتجي رائعه جدا تبارك الله. حتى هاد لا ماشين كتساعدنا، كنستخلصوا كميه كبيره ديال الزبده بدون جهد، يعني ما كنستعملوش شي جهد كبير، طريقه سهله جدا.
صافي كنوضعوا الزبيده ديالنا في واحد واحد لابواط، كنحتفظوا بها كتستعمليها في بقاو نديروا بها الكوتاي. كنصح بزاف انكم تكون عندكم هاد الاله العجيبه. شي ما شاء الله الزبده اللي كتخرج منها. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال البينه ديالنا وديال الزبده، كيجي رائع جدا وبنين. نستعملوا داك البينه نديروه مع كسكسو، نديروه على شكل سايكوك، تشربوه الراسو. مهم، كنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم والطريقه تكون نالت اعجابكم. الى عجبكم ما تنسوش ديروا تعليق وتشتركوا في القناه وديروا لينا اعجاب للفيديو. كنبغيكم بزاف، الى الفيديو المجيء ان شاء الله.